زيارة وصفت بالنوعية، وهي تعبير عن التضامن مع الشعب السوري الذي يربطه علاقات تاريخية بالشعب المصري. هكذا عبر الفنانون المصريون الذين قدموا إلى سوريا للمشاركة بعيد الفنانين، وكان لهم لقاء بوزير السياحة بشير اليازجي. سوريا والوطن العربي كله حدثت عليه مؤامرة، لن تختلف سوريا عن العراق، عن ليبيا، عن اليمن، عن مصر، والمؤامرة كانت تستهدف الوطن العربي كله. ظهرت هذه المؤامرة بوضوح تمام وتام دلوقتي، فخلاص لازم نواجهها. يعني أصبحت المسألة ما هيش خافية على أحد. الوطن العربي تعرض منذ 2011 حتى هذه اللحظة إلى مؤامرة كاملة لتقسيم الوطن العربي. فهمناها، عرفناها، علينا أن نقف بقى في وجهها وقفة حاسمة، ووقفة كلنا نتحد كعرب، وياريت ياريت 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 الوحدة العربية ننادي بها هذا الحلم العظيم اللي نادينا به وسننادي به وسنظل ننادي به. الواحد لو يقدر يقدم أي شيء عشان ترجع سوريا زي ما كانت. لفت نظري جدا صورة الرئيس الأسد موجودة في كل مكان، في كل مكان. حب الشعب ليه كبير جدا، تواجد الشعب والتفافه حواليه. يا جماعة الإعلام مضلل قوي، يعني موصل صورة سخيفة وسيئة. يعني اللي قال لنا، اللي ضللنا وقال إن في حاجة اسمها ربيع عربي، هو السخيف العربي والجحيم العربي، ولا ليه علاقة خالص بكلمة ربيع. هو حد كرهنا كوطن عربي، وحد متآمر علينا، وحد عايز يدعف الوطن العربي ما يخليش ليه ظهر ولا سند. مقر نقابة الفنانين كانت محطتهم الثانية في جولتهم، حيث تم توقيع اتفاقية بين نقابة الفنانين في سوريا ونقابة السينمائيين المصرية ونقابة الفنانين العراقية. في مادتين مهمات كثير، ناهيكم عن قضاءات العلاقة المتميزة مع نقابة السينمائيين في جمهورية مصر العربية، والعلاقة المتميزة مع نقابة الفنانين العراقيين هذا العام في خصوصية لهذا الموضوع. تم إضافة بنود مهمة كثير. تفضل أستاذ عمر، أنا عندي فنان سوري أو عندي فنان مصري عم بيصور بالبلد الشقيق، تعرض لعارض صحي لا سمح الله، طب يمدي يقوم بعلاجه؟ فتم الاتفاق على هذا الموضوع. مباشرة تسعى النقابة الموجودة بالمكان اللي عم يصور فيه الفنان فورا، بتقوم بكافة الاستحقاقات لهذا الزميل الفنان بتعالجه وإلى آخره. مباشرة بصير المتابعة ما بين النقابة الأم الموجودة وبين النقابة الشقيقة بالطرف الآخر. أيضا الموضوع الجديد هلا، وهذا موضوع بحسه كتير كتير مهم، لأنه نعرف إن شركات الإنتاج عم تعاني حاليا شوي من بعض الإشكاليات في قضايا التسويق الإنتاجي لمسلسلاتنا السورية عموما. فلذلك كان الحكي والاتفاق مع نقابة الفنان العراقيين ومع نقابة السينمائيين في جمهورية مصر العربية أنه يتم التبادل التجاري لهذه المسلسلات. يعني ما عاد نعتمد على أشخاص بهذا الموضوع، ما عاد نعتمد على ما يسمى بين قوسين أمبريزاريو، لا، خلينا نقول بكل بساطة ما بدنا وسيط بيناتنا. نحن نقابات معتمدة في بلداننا، وقلنا المصداقية، وقلنا الحضور المميز على الصعيد المهني وعلى الصعيد الفني وحتى على الصعيد الاعتباري. لذلك هذا الأمر بكل بساطة أنا ببعث الأستاذ عمر عبد العزيز كونه رئيس اتحاد النقابات الفنية، أو الأستاذ مسعد فودة كونه رئيس اتحاد عام الفنانين العرب ونقيب السينمائيين، أو الأستاذ صباح المندنوي كنقيب فنان عراقي، بأنه عندي مسلسل اثنين ثلاثة سوريين، فبيشوفوا هذه المسلسلات وتعرض على المحطات الموجودة في البلد الآخر الشقيق، وبيتم التسويق على هذا الأساس. بهذا الجانب نحن بنكون خففنا كثير عن أخوتنا المنتجين لهذه المواد، أنه تخف عن قضية الاستغلال بقضايا ليست دقيقة على الإطلاق. يعني علينا أن نتحمل نحن مسؤوليتنا، يعني نرضى على رؤوس كل المؤسسات ولدينا الإرادة، وإذا ما تحققت الإرادة ممكن نعمل ده. نحن نسعى، بس في النهاية لابد أن نكون سعينا صادق، أنا متأكد من ده. ويمكن المرحلة القادمة زي ما قال الأستاذ عمر والأستاذ زهير والأستاذ صباح علينا مسؤولية كبيرة، وعلينا نتحمل هذه المسؤولية، ونحن وبسرعة نجد إطار مشترك علشان فعلا الناس تحس إن تعاوننا له مربوط. مبادرة جيدة، خطوة إلى الأمام. أنا أعتبر هذه الاتفاقية، وهي سبق وأن تم التوقيع، يعني الآن فقط تمت إضافة السعي لتسويق الأعمال الفنية في إطار البلدين. يعني ومع ذلك في كل الأحوال في إطار النقابتين السعي والتنسيق والتعاون وتفعيل الحياة الثقافية والفنية شيء مهم ومهم جدا، ومن الظروف الصعبة والعصيبة اللي نعيشها الحقيقة والتحديات اللي تواجهنا، نأمل أن نكون بمستوى الطموح.
الست سنين والسبع ما لم تنقطع العلاقات الفنية بين مصر وسوريا إطلاقا، والزيارات بتتم وكل شيء إن شاء الله ده يتوج إلى أعمال فنية كبيرة. وطبعا إحنا مش هننكر إحنا كل المسلسلات العربية فيها سوريين ومصريين ومن كل، يعني بقول إحنا نجحنا فيما فشل فيه الآخرين، بس كده هيبقى تحت ظل النقابات، وده الشكل الشرعي اللي مطلوب، لأن في أفراد استغلوا ده بشكل مش جيد. الاتفاقية الموقعة تعتبر إحدى خطوات العمل الجدي على الأرض، والتي تأتي ضمن استراتيجية من العمل المشترك بين النقابات التي تسعى لإعادة إحياء الشراكة الفنية بشكل يحفظ حقوق الفنانين.